السلام عليكم. بون، عندنا هذا الملخص المخطط الوظيفي A0. هذا النظام، هو مثلا هذا النظام كيف يخدم. مثلا عندنا قطعة كيما هذه، خمسون نديرو لها تثقيب، بيقول مثلا بون نديرو لها هنايا ثقب، هنا ولا هنا ثقب، مهم نديرو لها ثقب. ندوها لهذا النظام. هذا النظام مش حاب يقول النظام، القطعة تاعنا عندنا القطعة الأولية دايرة كيما هاك، القطعة الأولية القطعة الأولية تاعنا مثلا كانت دايرة كيما هاك، هيا دخلناها في هذا النظام. هذا النظام ولا هذه الآلة اللي دارت لنا الثقب، هاي خرج لنا القطعة تاعنا، خرجت لنا هكا في رف، خرجت لنا هكا. هنايا مثلا هنايا الآلة هي اللي دارت لنا هذا القص، هذا الثقب. احنا مثلا هنايا العملية مثلا هذا هو المثقال مثلا اللي درنا الثقب هنا. دونك هذا النظام كيف يخدم، عندنا قطعة مش مخدومة مفيهاش ثقب، دخلناها هنايا في هذا النظام تاع التثقيب ولا آلة التثقيب، خرجت لنا قطعة فيها ثقب منها. دونك هنايا نترجموها، نكتبوها بعبارة اللي هي هذه العبارة. بون، هيا قلنا عندنا نظام آلي تثقيب قطعة، احنا الفعل اللي دارت لنا ثقبت لنا القطعة، دونك احنا نديرو تثقيب قطعة. احنا قلنا عندنا قطعة غير مثقوبة، قطعة غير مثقوبة، دخلنا في هذا النظام ثقبت خرجت قطعة مثقوبة. خرجت لنا قطعة مثقوبة في هذا النظام. النظام هذا هنا عندنا ياك الماشينة باش تمشي بالتريسيتي ولا تمشي بالماء، دونك عندنا طاقة كهربائية، طاقة كهربائية، كهربائية صح. وش عندنا ثاني؟ عندنا كي تلقى في النظام تاعك مثلا المثال هذا، تلقى هنايا دافعة هوائية، تلقى هنايا دافعة هوائية، دونك طاقة كهربائية زائد طاقة هوائية زائد هوائية. صح. وش عندنا ثاني في الآلات؟ دي فوا كاينة آلة تخدم وحدها، دي فوا كاين آلات لازم لها خدام، صدير مستعمل، أغلبية بيناتنا أغلبية كامل لازم خدام. المستعمل صح. كنجو نشوفو هنايا في المثال هذا، دوك نحلوهم. هنا النظام الي تركيب القضبان المعدني يكون يدويا من طرف العامل، دوك كاين المستعمل صح. نجو هنايا عندنا في تثقيب القطعة هذه لازم كيما نقولو نضبطو القطعة، شغل نشدوها نسقموها نشدوها نضبطوها، دوك عندنا ضبط. وش عندنا ثاني؟ عندنا سوا هذه دي فوا ما تكونش، دي فوا تكون عندنا تحكم ولا برنامج اللي يخدم لنا مثلا القطاع هذاك يولي يخدم وحده.
نديرو برنامج نضبطوه، هنا عندنا الضبط باغ اكزومبل، نبلاصو هذيك القطعة تاعنا ونديرو برنامج يولي يخدم وحدو. دونك عندنا تحكم ولا برنامج نقولو تحكم، أو برنامج صح. نجو المثال تاعنا، دونك هادو كيفاش تعمرو صح. أول شيء هذا، هذه الخانة اللي في الوسط هي اللي تحلنا من نوع، من نجيبوها نجيبوها من العنوان تاع النص، ولا تاع الموضوع اللي هو نظام آلي لقطع قضبان معدنية. نظام آلي وش يدير؟ يقطع قضبان معدنية صح. أنا عرفنا نظام آلي يقطع قضبان معدنية، دونك هنا واش نكتبو؟ قطع قضبان، حاجة سهلة، قطع صح، قطع قضبان سموها. نجو نشوفو هنايا في الرسم تاعنا كيفاه راهي بشي دالة. عندنا قضيب معدني اللي هي زعما نقولو بيكي ولا حديدة، جوز هنايا يقصصها تولي هنا تفوت مقصوصة. تسمى عندنا قضيب معدني نديرولو كيما نقولو القص. عندنا قضيب هنايا هذا طويل موش مقصوص، كي يدخل في النظام يدخل هنا يولي مقصوص. تسمى هنايا بهذه كيف هنترجموها، هنايا عندنا قضبان غير مقطوعة، عندنا قضبان غير مقطوعة واش تخرج لنا منه؟ تخرج لنا قضبان مقطوعة. صح، هنا قطع قضبان معدنية. يا جماعة أنا ما عنديش ليسباس باه نكمل هذه الكتمة. دونك نظام آلي هنا دي فوا، هنا هو كاتب لك نظام آلي لقطع قضبان معدنية. دي فوا يكتب لك نظام آلي وانت من العنوان تكتب له الفعل اللي يديره صح. نجو نشوفو هنايا، قلنا نقراو هذا وصف التشغيل. قال لك يمثل شكل رقم واحد الموجود في صفحة 2 راحة نظام آلي لقطع القضبان المعدني. قال لك تركيب القضيب المعدني يكون يدويا من طرف العامل اللي تسمى كاين مستعمل، تسمى الخدام كما نقول. مستعمل صح. إنجاز عملية القضاء يضغط العمل على الوسائل يؤدي خروج يدويا من المسؤول فقط صح. لو شوفوا هنايا بون، الماشينة هذه تمشي بالتريسيتي، حتى مفروغ منها محرك، وعندنا دافعة تمشي بالهواء. دونك عندنا طاقة كهربائية زائد طاقة هوائية طاقة كهربائية زائد هوائية. بون هنايا خصنا الضبط. بون هنايا نضبطوها باغ اكزومبل ريكلوها وباه نديرو القطع تاعنا. دونك عندنا الضبط بيقول نريكلوها كيما نقولو سقموها ونديرو القطع صح. نروحو مثال الزوج، قالك نظام آلي لتشكيل صحون معدنية.
نظام اليوشيدي يشكل لنا صحون معدنية. دونك حنا نظام آلي، واش يدير هذا النظام آلي؟ تشكيل صحون معدنية. شوف نظام آلي، شوف لي تشكيل، دونك ناحية لي يدي تشكيل صحون معدنية هذه. ها شوف تشكيل صحون معدنية هذه، هذه كيما راهي تبها هنا، تشكيل صحون معدنية صح. نجو نشوفو في الرسم تاعنا واش كاين، شنو يقول الرسم هذا. الرسم بون عندنا صفائح كيما نقولو بلاكا، هي تحديد. جو هنايا تطبعها هنا، هذه اللي تشكل تخرج لنا الطباسة، هذو هذا الصحن هذا المعدني. دونك اش حاب يقول عندنا صفائح معدنية، احنا عندنا حديد كيما نقولوا صفائح، صفائح غير مشكلة، كي تدخل لنا هنا تخرج لنا صفائح مشكلة. هنايا عندنا صفائح معدنية غير مشكلة، تخرج لنا هنا صفائح مشكلة. صفائح ولا صحن مشكل، مهم احنايا الفعل دونك تكتب له صفائح مشكلة ولا صحن معدني مشكل، مهم الفعل اللي دارتو هذا النظام. دونك قلنا ها أي نظام يمشي بالطاقة الكهربائية. جو نشوفو هنا في النظام اللي قاعد دوافع، يتسمى طاقة كهربائية زائد طاقة هوائية. عندنا الطاقة زائد هوائي. يا الله صح بكا واش تاني. بون واش عندنا، بون نقراو هذا النص بعد نعمرو. هذه قالك يمثل النظام هذه إذا تتم توضح توضع الصفيحة المعدنية على القالب تشكيل يدويا، يتسمى كاين الخدام دونك المستعمل. صح دوكا واش كاين ثاني نقراو. يدويا من طرف من طرف العامل يكشف عليها يؤدي إلى خروج صح عند نهاية حر الضغط على النقل يؤدي إلى خروج صح غالب. ممكن بقاتنا حاجة اللي هي الضبط، حاجة سهلة الضبط، ممكن نضبطوها ولا نريقلوها باش تخدم لنا الصحون هذا. هذه هي، والسلام عليكم.